بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نبدأ وبه نستعين. نجدد التحية. الشوط الأول المفتوح الخاص للأبكار الفطايم بميدان الساد. أشواط الانتاج انتهت. بن وديمة معه الافتتاح، محمد بن سهيل بن وديمة، أما الشيخ حمدان بن محمد بالركاض يسجل الحضور والتوقيت الأفضل بشاهين بأول أشواط القعدان. دقيقتين 10 ثواني، الشوط الأول المفتوح. بدأت انطلاقة مشاهدين الكرام إلى المقدمة، نسير إلى الصدارة، ننطلق نتابع اللي قادت المسيرة. خذت المركز الأول، سيطرت السيطرة التامة. اللي في المركز الأول ها هي الشاهينية، وتعود الملكية لمحمد بن علي الوهيبي، سيطرت إلى مقدمة هذا الشوط. تليها المركز الثاني الشاهينية لمحمد بن سهيل بن وديمة العامري، كان مع شوط الانتاج يطمع يسجل الحضور في الشوط المفتوح. ولا غريبة إذا حقق ذلك. المركز الثالث لحمد بن سعيد بالشرقية العامري، من يقدم الشاهينية. شوفوا من اللي جاية الشاهينية. يا مرحبا يا أبو سهيل، يا مرحبا بسيف بن سهيل بن خير العفاري، من حقق الرموز في الميادين الكبرى. ياتينا كتجهيز ويحقق الانجاز المميز ويتجاوز بالشاهينية سعادة سهيل بن خير العفاري. حط الملايين كتصفو الاجواء لابو سهيل ويكون في القمة، وبإذن الله تعالى في القمة. العصا قوس قالت لهم باي باي، مع السلامة. مشكور يا ابو سهيل مشكور، والتهنئة لسعادة سهيل بن خير العفاري. حضر العدة الطيبة، أما شاء الله وتبارك الرحمن، بدون أوامر بدون تعليمات، بسم الله وما شاء الله. سجل اللي بتسجل، سجل اللي بتسجل، تابع اللي بتتابع. شوف النهاية. تهانينا والناموس لسيف بسهيل بن خير العفاري بدون منافس على الأطلاق. المركز الثاني البن محسن، معك يا راعي الانكشاري، معك يا الواعي. المركز الثالث مع محمد بن علي الوهيبي. اشوف التوقيت، دقيقتين 12 ثانية. سيف بسهيل بن خير العفاري ينتزع المركز الأول بالشوط الأول المفتوح. تهانينا والناموس لسيف بسهيل بن خيره، والتهني لسعادة سهيل بن خيره العفاري.